اسمي حسن العموري من مدينة أمسفورت، المدينة اللي عدد السكان ديالها 155 ألف نسمة، كتوجد في الوسط هولندا. أنا من المغرب، من مدينة فاس، كنقيم في هذه المدينة هذه في هولندا لمدة 32 سنة، موظف في بلدية أمسفورت، وزيادة على هذا تنشتغل في عدة أنشطة. عندي مؤسسة ثقافية اسمها أرتيغانزا للثقافة العالم، وكنرحب بكم بالطاقم أميرو اللي قام بهذه الزيارة خصيصة لي في مدينة أمسفورت لإجراء مع هذا الانترفيو، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن المستمعين والمشاهدين الكرام. متى تم إنشاء مؤسسة أرتيغانزا؟ مؤسسة أرتيغانزا بعبارة أصح هي دار الفن والإبداع، وهذه المؤسسة تأسست في أواخر سنة 2007 في هذه المدينة أمسفورت، لأنني لما عشت سنوات هنا في هذه المدينة لم أجد برامج ثقافية تعنيني وتعني كل مغاربة العالم بالدرجة الأولى، وبالأخص كل الفئات الأجنبية الموجودة في هذه المدينة هذه. فكان طبعا واحد تعطش واحد الرغبة المجالات الثقافية وأنشطة ثقافية على جميع الأصعدة، فقمت بهذه البادرة كساكن كمواطن قاطن في هذه المدينة بخلق هذه المؤسسة لكي أساهم وأشارك في تنظيم برامج ثقافية على جميع الفئات اللي كتعيش من الأجنبية اللي كتعيش في هذه المدينة أمسفورت. واش يمكن لك تكلمنا على الأهداف ديال مؤسسة أرتيغانزا؟ طبعاً أرتيغانزا عندها أهداف معينة، هو كل ما يتعلق بالثقافة العالمية بغيتها تتبرمج في المسارح الهولندية وتكون لها اعتراف وتكون لها مكانة مستمرة مستدامة، مش مرة في العام كيف تيديروا الهولنديين تبرمجوا واحد الفئة معينة واحد المهرجان أو برنامج ثقافي، وكنا مستهلكين الثقافات ونبقى نستنى 11 شهر حتى تجينا النوبة العام الجاي من كل سنة. فالشيء هذا غير منطقي وغير مقبول وغير معروف، وما كنتسناوش من الهولندي بكل احترام أنه غادي يعرف ثقافتنا أحسن من نحن. إذا نحن مضطرين باش نساهموا من خلال هذه المؤسسة بتحديث برامج، بخلق برامج، ببرمجة برامج فيما يتعلق بالفن، بالموسيقى، بالمسرح، بالرقص، بكل الأنواع ديال الفن الموجود في ثقافتنا، لا الثقافة المغربية ولا الثقافات الأجنبية الأخرى الموجودة في هذا البلد. فأرتيغانزا تعتبر بلاتفورم لكل الثقافات. شنو هي ردود الفعل ديال الجالية المغربية المقيمة في مدينة أمسفورت على البرامج والأنشطة اللي كتقدمها مؤسسة أرتيغانزا؟ والله بكل صدق وصراحة، طبعا دائما هناك في ربع هولندا، مملكة هولندية، هناك ردود فعل إيجابية طبيعة الحال، لأننا طبيعة الحال كذلك بعد قضاء الأسبوع كله في العمل، فالناس تريد شوية الخروج والترفيه والتسلية واللقاء والتواصل مع بقية المغاربة العالم الموجودين في هولندا. طبعا هذا يعتبر وصلة وصل مع مغاربة، هذا من ناحية. ثانيا طبيعة الحال ما زال عندنا واحد نقص في زيارات الفن والثقافات في المسارح بالنسبة للمغاربة. لا أعمم، لا زال عندنا مشكل في إيجاد طريق المسارح للتمتع بما تبرمجه مؤسسة أرتيغانزا وغيرها في هولندا. طبعاً بالنسبة لنا احنا وصلنا واحد نقطة مهمة 10 سنين ديال العمل المتواصل، فهذا كيشرفنا ملي كنشوفوا النتائج المهمة السنين اللي مرت، كتعطينا واحد طبعاً واحد تشجيع، واحد الحفز، واحد دفعة نستمروا للأمام، نزيدوا للأمام، بخصوص وصلتنا الثقافة المغربية والعالمية المواطن الهولندي بالذات، حتى المغاربة مواطن هولندي طبيعي الحال، ولكن هنا خصص هولندي هولندي هولندي، فهو عرف طريق البرامج الأجنبية واستعاطف معها وتجاوب معها، والعدد يزيد وازداد ويزيد، وهذا طبعا يشرفنا، وأصبحنا مفهوم ومعروفين في هذا المجال، يقتدى بنا فيما يخص المجتمع المحلي ديال أمسفورت ولا الهولندي بصفة عامة.
شنو هي الصعوبات اللي كتواجهها جمعية أرتيغانزا في التسيير اليومي ديالها؟ انا في البدايه كانت هناك بعض المساعدات ماديه دي سوبونسيون او سوبسيدي كما يقولون، توصل بعض المسائل ولكن هذا كان قليل، فكنت بعتمد على لي سبونسور ممولين صح التعبير، شركات غير ذلك. فانا طبعا اعرف ناس كثيره، كنعرف ناس كثيره، فشويه بالكاريزما بالحوار النقاش بالفكره اضطر ان اقنعهم باش يساعدوني ماديا من اجل خلق حدث فني. لكن المشكلة الحال الان ما عندناش فلوس، ما عندناش امكانيات. والغريب الامر كل المتطوعين والمتطوعات لما كنلتقى بهم تنقول لهم انا غادي نقوم بهذا البرنامج، تيقول لي شنو هي الميزانيه ديالك؟ تبقى نضحك. هذا مساله، تيقول لي كيفاش انت ما عندكش فلوس وباغي دير هذا البرنامج؟ تقول لهم انا احب رجل التحديات، اذا عجبتك الفكره جوين دو كلوب مرحبا بك، ما عجبتك الفكره انت حر. علاش؟ تنقول لهم على الاقل احنا غادي واحد الوقت كنبداو قبل يعني بشهور يعني مسبقه في التحضيرات، ففي ذاك الحوار اني كنحاول نجمع الناس اللي هما كرياتيف. لما اقول أرتيغانزا دار الفن والابداع، الابداع حتى هو تيلعب دور، ابداع الفكري، ابداع الفني الى غير ذلك. فكنحاول نجمع الناس المتطوعين والمتطوعات اللي عندهم واحد سوابق فنيه او في الادارات وكيعرف حتى كل واحد عنده الريزو ديالو، فحنا كنوجدوا برامج فهم كيتحمسوا وكيضطروا يساعدوني، كل واحد يمشي للناس ديالو. في اخر المطاف غريب الامر كل مره كنتوفروا على ديك الماده اللازمه باش كنوجدوا ديك البرنامج الفني اللي حنا، فكل واحد تبقى مستغرب في اخر المطاف تيقول هذه طريقه عمل، طريقه من الطرق، يعني هناك طرق كثيره. في واحد يقول لك لا خصني الفلوس عاد نخدم، وتقول لهم لا عندك الناس انا ما كنتامش معهم، انا كنبدا من لا شيء واكون شيء. وهذا هو التحدي، لان الفن هذا شي قلت لك باسيون، ولكن ربليه بالدارجه ديالنا تنقولها بليا، تكون متحمس وباغي. كنقضي المجال الوقت وساعات كثيره في هذا المكتب هذا مع متطوعين في لقاءات ومحاضرات واجتماعات الى غير ذلك باش نقنع العقليه اولا، ومن بعد كيجي ديك التطبيق، لان خصك تلقى الناس يعني اللي يقدروا يساعدوك ويساندوك، ماشي غادي يقول لك اوف تالي يسمح فيك ما يقولش باي. ولهذا هذا هو سر النجاح لا اقل ولا اكثر. الفلوس كتجي من بعد ملي كيكون برنامج جاهز، وكتمشي عند ممول وتقنعو بالفكره، تعطيه عرض كيتحمس يساهم على قدر المستطاع. وما تنساش كنحاولوا يعني لي فون اللي كاينين في هولندا كلها، ان فونتسن كما يقال بالهولندي، كنقدموا لهم طلبات بطبيعه الحال، لان ما يمكنش كلشي دار باقل تكلفه، لان الجوده خصها الميزانيه ديالها. شنو هما الانشطه والبرامج اللي كتنظمها جمعيه أرتيغانزا؟ كنبداو السنه في مارس كيكون اليوم العالمي ديال المراه. هذا طبعا انا لا اعتبره برنامج فني، ولكن اجد ان لا تقام عده برامج يعني مميزه وفي فنيه كذلك بالنسبه للمراه، اليوم العالمي للمراه. فتلقيت بعده طلبات وبعده اسئله عن طريق مباشر وغير مباشر عن الايميل الى غير ذلك، فكونت لجنه خاصة بالنساء بالعائلات منهم أتراك مغاربة هولنديين، وهم تيشرفوا على يعني تحضير برنامج المرأة في عيد المرأة يوم العالم للمرأة اللي تكون فيه 8 مارس. هذا من ناحية. الناحية الثانية هذا هو أول يعني انطلاق البرامج للسنة كلها. فبعد انتهاء السنة الدراسية ديال التلاميذ والطلبة إلى غير ذلك، كنقوموا ببرنامج أرتيغانزا تالنت سكاوت، يعني المواهب، يعني احنا بغينا نستطلعوا على المواهب الموجوده فيما يخص في الموسيقى. وكيجينا كل سنه تقريبا اكثر من 40 فرقه موسيقيه او مشارك او مشاركه. فاحنا كنديروا ثلاثه ديال الدورات باش نختاروا كل مره دوره كيطلعوا ثلاثه الفنانين، ثلاثه الجروبات موسيقيين الدوره النهائيه. احنا هما مجموعه اربعه ديال الدورات، ثلاثه ديال اختيار كيديروا امتحان يعني ميوزيكال كونكور، وكتكون لجنه فنية من الموسيقيين اللي كيختاروا أحسن فرقة موسيقية اللي كتأهل للنهاية. ثانيا بعد هذا البرنامج كنديروا مهرجان صيفي، فين هو هذه السنة كنت كندير أرتيغانزا فيستيفال وورد ميوزيك، نظرا للتقشف المادي والمساعدات اللي ما كنتش كنتلقاوها
اضطرينا ان نغيروا هذا المهرجان الى واحد العدد ديال السهرات فنيه راقيه كل شهر اللي كتبدا من سبتمبر حتى ديسمبر تحت هذا الليبل ولا العنوان نوماد ان ميوزيك او بالانجليزي نوماد ان ميوزيك. فاذا كنديروا فرق موسيقيه متعدده يعني كتمثل بعض الحضارات والدول. وهذا البرنامج تلقى كذلك شهره كثيره وبغينا نديرو كل شهر باش نبقى نتواصلوا مع يعني المستمعين محبي الموسيقى العالميه. بعد ما دازت كنظن هذه الفتره ديال الازمات الماديه والسياسيه يعني ماشي السياسيه يعني الماديه على وشك انتهاء فكان واحد انتعاش شيء ما فاحنا اضطرينا ديك الموسيقى ديال العالميه نطروه في لافيت دو لا ميوزيك اسم ثاني جديد لافيت دو لا ميوزيك يعني كانت فكره ومبادره يعني انتشرت في فرنسا يعني عيد الموسيقى في الحقيقه يعني كدار في 21 جوان كل سنه في فرنسا ولكن الفكره ان اي واحد تيبدع في الفن تيلعب الموسيقى مرحبا به ديك النهار نعطيوه بوديوم باش يشرفنا في مدينه امسفورت تقاسم الموسيقى ديالو فنه مع المشاهدين مع الزوار اللي كيحضروا ديك النهار. دونك 21 عندنا 23 24 في هذا الشهر هذا عندنا مهرجان موسيقى عيد الموسيقى او لافيت دو لا ميوزيك. هذه الانشطه كثيره تنديروها زعما والحمد لله عندها اقبال بغض النظر تنديروا يعني كنشتغل مع فنانين هولنديين في مجال فوتوغرافي تصوير. في 2012 درت واحد العرض صور كبير في واحد العمارات هنا اللي فيها الاجانب كثير يعني الرؤى المتقاطعه او كروش بليك كما يسمى بهولندي او بالفرنسي دي روغار كروازي. كان عنده يعني واحد اقبال كبير واحد شهره كبيره جدا جدا. وفي 2014 كذلك كررنا كاين ان البرنامج او الفيستيفال ديال الصور كيدير مره في سنتين. 2014 درت واحد كررت نفس العمليه في حي واحد اخر تحت قصص النوافذ اسم قصص النوافذ او بهولندي رام فرهاله. وهذا خلاني ماشي غير نشارك مع 152 دار يعني في حي ولكن خلاني كان لقيت قصص كثيره اضطريت ندير برنامج ثقافي او فيلم وثائقي عليه. فهذا كله طبعا عمل فني اضافي بغض النظر كنديروا حتى تبادل ثقافي بين المغرب وهولندا. في المستجدات والاحداث العالميه اللي كنسمعوا عليها في الاخبار شنو هو الدور اللي ممكن تقوم بها جمعيه ارتيغانزا للتقريب ما بين الشعوب؟ والله هذا سؤال واجب طبيعة الحال. ما تنساش ان احنا نساهم بقدر الامكانيات وبقدر المواد البشريه اللي كنتوفروا عليها اللي كتساعدنا في اطار في اطار هذا المجال والمسار الفني. طبعا ارتيغانزا هي ملي كتكون الوقت مزيانه تنحتاج الانشطه وملي كتكون الوقت ماشي مزيانه يعني في هذه الظروف الصعبه ديال اللي السياسيه اللي كيعيشها العالم ماشي غير في اوروبا ديك الانا حب الانا وديك حب المواطنه ولا غير ذلك. هنا ارتيغانزا الدور ديالها كيزداد اكثر من اللي كانت من قبل لان يعني خصنا هنا بالنسبه للتعدد والتنوع او لا ديفيرسيتي خصها تبقى واضحه ومواكبه ماشي في المجال السياسي كذلك في المجال الفني لان الفنان دائما يبدع ودائما يعكس الرؤيه ديال المجتمع عن طريق الفن ديالو يعني اما نقد واما نقد ايجابي واما ترفيهي الى غير ذلك. فلهذا كنظن على مدى العصور وعلى مش ليس بشيء جديد علينا. فالفن دائما يواكب عصره ويواكب وقته. طبيعة الحال الناس في تعطش الخروج من قوقعة الأزمات إلى غير ذلك وهذه الاضطرابات السياسية اللي كتغير من يوم لآخر. ولكن هذا لا يعني أننا لازم أن نبدع وأن نبتكر وأن نتواصل مع مغاربة العالم سواء في هولندا أو غيره. شنو هي الكلمة الأخيرة ديالك المشاهدي إميغو 24؟ طبعا كما قلت لك انا هذه القناه كنحييها من يعني من اعماق قلبي لان طبعا العمل اللي كتقوم به والمسافات الطويله اللي كتقوم بها تقطعونها من اجل مواكبه الاحداث مغاربه العالم ومن اجل تقريب الصوره المشاهد والمستمع ده طبعا عمل جبار. فبالاحرى نحن نحس بأن هناك أذان صاغية وهناك ناس عيون ترانا وتتابعنا. طبعا احنا لسنا مضطرين احنا نعملها بحب وبحماس وبرغبة كبيرة أننا نبقى نبدع في المجال الفني
المسار الفني اللي اختاريناه باش نعطوا واحد الصوره جميله وصوره راقيه كتشرف مغاربه العالم وكتشرف الفن المغربي بكل انواعه وكذلك تشرفوا في هولندا ولكن حتى مع الاقليات الاجنبيه الاخرى الموجوده هنا لان ما تنساش الفن يصل بسرعه لكل العقول والبيوت ولما يعرف ان هويتك مغربي فهذا بالنسبه اشهار مباشر غير مباشر للمغرب اصلا كمغرب كبلد لدينا ننتمي اليه او كجذور لنا اللي موجوده في المغرب فطبعا ايجابي فاحنا طبعا هذا المشعل هذا ما خصوش يطفى غنستمر بالابداعات وطبيعه الحال كما تعرفوني او الناس الذي يعرفون مؤسسه ارتيغانزا او حسن شخصيا عارفين ان شقيت واحد المسار خاص معين مميز في الموسيقى العالميه وفي الانشطه الثقافيه والفنيه والابداعيه وقمنا بعدد كثير من الفنون هذا يمكن لك تشوفوه في اليوتيوب في الموقع الالكتروني نتاع ارتيغانزا تسالوا الناس اللي كيتابعونا يعطوكم اخبارنا الى غير ذلك فاحنا طبعا متحمسين والموكب غادي وحنا ماشيين معاه ونتمنى الصحة والسلامة والتوفيق ونتمنى المشاهدين يزدادوا محبة لهذا الفن ويكونوا مشجعين وينضموا لنا أكثر فأكثر احنا راه ما يمكنناش نقوم بهذا العمل خاصة لأن كتقاسموا مع الغير ولازم نحط يد في يد كيقول كما تيقول المثل انصر أخاك ظالما أو مظلومة حتى في المجال الفني ولا ما فيها باس هذا مجرد رأي We'll be right back.